بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم. يا أهلا بكم في حلقة جديدة في شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وأطلب من الجميع أن ندعو الله أن يزيح الغمة عن الأمة. في بعض الفيديوهات في القناة عملناها عن أجهزة 4K بتقدم لك صورة احترافية 4K، منها كان أجهزة عادية 4K مألوفة نعرفها، وأجهزة عملاقة تخصصية أو ما تعرف بالريسيفر الحاسوب. دائما المقارنة في مثل هذه الفيديوهات بتعتمد على 5 نقاط رئيسية، وبنبدأ من خلالها نقدر نقول إن الجهاز ده بيتفوق على الجهاز ده في بعض النقاط، وده بيتفوق في كذا، ونبدأ نوضح الفروقات بشكل مبسط وبسيط. النهاردة لما جيت أضع 5 نقاط رئيسية نحدد بينهم بين هذه الأجهزة إيه الأفضل بينهم، معرفتش، لان كل هذه الاجهزة اجهزة احترافية بما تحمله الكلمة من معنى، اجهزة زي ما الكتاب قال بالفعل اجهزة تورث للاحفاد. قبل ما نخش نستعرض ال5 أجهزة اللي هي تعتبر أجهزة الصف الأول في عالم الريسيفرات، ما تنساش يا صديقي اللايك المتين والكومنت اللذيذ، وسيب لنا اشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، فهذا والله يسعدني ويشرف. الجهاز رقم 5 في هذه القائمة هو جهاز أوكتجان الألماني، وبالمناسبة احنا عملنا فيديو مفصل عن هذا الجهاز، تقدر تحصل عليه عن طريق الآي الموجودة فوق أو عن طريق الرابط في وصف الفيديو تحت. هذا الجهاز يأتي بمعالج من هواوي RM، معالج رباعي النواة يقدم انسيابية واحترافية كبيرة في استخدامه، ومعالجة سريعة للأوامر، فهو يشكل انسيابية كبيرة عندما تستخدم الجهاز نظرا للمعالج الخرافي المقدم من هواوي تعاونا مع الشركة الألمانية المنتجة لجهاز أوكتجان. يأتي برام 2 جيجا بايت وفلاش 8 جيجا بايت، ومدخل للسمارت كارد. الجهاز يأتي بنظام الكومبو، أي رسيفر في العالم تلاقي مكتوب على الكرتونة بتاعته كومبو أو مكتوب عليه كومبو، اعرف ان هذا الجهاز يدعم البث الفضائي ويدعم الشبكات الأرضية والبث الرقمي، وتحديدا نقطة الشبكات الأرضية مهمة لبعض الناس في بعض الأماكن من العالم، زي الشبكات الأرضية الموجودة في العراق وفي الجزائر اللي بتشغل عليها جميع القنوات حول العالم عن طريق اشتراك، بيبقى موجود عن طريق شبكة محلية أرضية. مدخل لكابل اللان، فإذا كنت ستركب الإنترنت مباشر عن طريق مدخل كابل اللان، ففي هذه الحالة بإمكانك أن تنقل 1000 ميجا بايت في الثانية. لو لديك سرعة إنترنت 1000 ميجا بايت في الثانية، فالجهاز سيقرأها بلا أي مشاكل ويستقبلها بلا أي مشاكل. هذه النقطة هي نقطة فريدة في مثل هذه الأجهزة، هي نقطة استقبال الإنترنت مهما كانت قوة أو سرعة الإنترنت القادمة للجهاز. وأيضا إذا كنت ستستخدم انترنت الواي فاي، ففي هذه الحالة تستطيع ان تستقبل انترنت حتى 300 ميجا بلا اي مشاكل. واحد هيقول لي يا عم ابراهيم انا الانترنت عندي 10 ميجا، اقول لك يا صديقي في اماكن في العالم الانترنت فيها بيبقى سريع جدا، فانت لو معاك جهاز ما بيقراش الا لحد 40 ميجا او 30 ميجا، فهتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا ان انت الانترنت بتاعك شغال على الكمبيوتر بكفاءة بس على الريسيفر ما بيقراهوش كله نظرا لامكانيات الريسيفر. ولكن لو عندك ريسيفر من هذه الريسيفرات العملاقة، فبامكانك ان تستقبل الانترنت بتاعك حتى اخر قطرة. الجهاز يدعم نظام الاندرويد بشكل غير مباشر. يعني ايه بشكل غير مباشر؟ يعني مش زي الريسيفرات الاندرويد الصرف، هو ريسيفر لينكس، بتنزل برنامج كودي الشهير اللي بيعمل على العديد من المنصات، وتنزل بلاجن الاندرويد على برنامج كودي، وفي هذه اللحظة بامكانك ان تسطب جميع برامج الاندرويد. فهو في هذه اللحظة البنية البرمجية بتاعت هذا الجهاز لا تدعم الاندرويد، ولكن عن طريق الاضافات بامكانك ان تشغل الاندرويد. وكده نكون خلصنا من حكاية جهاز أوكتجان الالماني. لو عايز مزيد من التفاصيل تقدر ترجع للفيديو اللي انا شرحه بالتفصيل عن هذا الجهاز. The
أما الجهاز رقم 4 في هذه القائمة هو جهاز جيجا بلو الألماني. هذا الجهاز الرائع اللي بيأتي بمعالج سريع جدا ورام 2 جيجا بايت وفلاش 4 جيجا بايت وأيضا 3 مخرج USB 2 في خلف الجهاز وواحد في الواجهة الأمامية للجهاز وأيضا يدعم خاصية BIP من أجل تقسيم الشاشة إلى 4 أجزاء أن تشاهد 4 قنوات في وقت واحد وأيضا يدعم خاصية SAT IP أو ما تعرف بالمالتي روم ودي تختلف عن المالتي ستريم. المالتي روم ده اللي بإمكانك أن تعرض الجهاز في جميع الغرف الخاصة بك عن طريق IP أن تضع هذا IP في الشاشة والجهاز يعرض الصورة الموجودة على الجهاز الأصلي فبإمكانك أن توزع الصورة على جميع الشاشات عن طريق خاصية المالتي روم وهي خاصية رائعة جدا مهمة للناس اللي هم بيعملوا شبكات كبيرة في شركات أو مهمة للناس اللي هم بيعملوا عندهم شاشات كثيرة أو سيستم كبير في زي سيستم المطارات ان يضع الجهاز في المنظومة الرئيسية وعن طريق السات اي بي او المالتي روم ان يوزع الصورة على جميع ارجاء المكان باحترافية عالية. طبعا الانترنت عن طريق كابل اللان بيدعم حتى 1000 ميجا بايت في الثانية بلا اي مشاكل. ودي يكون نظرة سريعة عن جهاز جيجا بلو وده ان شاء الله مستقبلا هنعمل له فيديو منفصل ونشرح حكايته تفصيلا عن هذا الجهاز الالماني العملاق بإذن الله فيما هو قادم من فيديوهات. أما الجهاز رقم 3 في هذه القائمة هو جهاز فو بلاس سولو 4K. هذا الجهاز صدر منذ أكثر من 5 سنوات في أجهزة أحدث منه نزلت ولكن هذا الجهاز يمثل طفرة كبيرة في عالم الرزفرات وما زال حتى هذه اللحظة هذا الجهاز ما زال مطلوب وما زال الناس تشتري من هذا الجهاز اللي بيأتي بمعالج RM ثنائي النواة بيقدم لك صورة احترافية بشكل كبير ورام 2 جيجا بايت وفلاش 4 جيجا بايت يدعم خاصية BIP من أجل أن تشاهد على الشاشة أكثر من حدث وأيضا يدعم خاصية المالتي ستريم والمالتي روم وكل هذه الخصائص الفريدة تتوفر في جهاز فو بلاس سولو 4K وأيضا مكان لهارد HDD كمثل الكمبيوترات الهارد الذي يستخدم في الكمبيوتر يستخدمه هذا الجهاز فهو رسيفرات حاسوب مكان لكارت الشبكات الأرضية أو البث الرقمي. أجهزة الفو بلاس عموما هي الأجهزة رقم 1 في العالم في حساسية الإشارة. عشاق الفيدات فأنت بإمكانك أن تستقبل أيا كان الفيد الذي تريده فأنت معك جهاز جبار وعملاق في حتة الإشارات. لذلك أجهزة الفو بلاس سولو في أجهزة ممكن تكون أعلى منها في حتة الإمكانيات ولكن تظل هذه الأجهزة هي أغلى أجهزة مرتفعة الثمن في العالم نظرا لحساسية التنوير الموجودة العالية فيها ونظرا للصورة 4K ونظرا لأن هذه الأجهزة أثبتت فعالية كبيرة جدا في موضوع الشبكات. ولو حابب تعرف اكتر عن اجهزة الفو بلس فبرضو بص في الاي اللي فوق او انزل في الوصف تحت بتاع الفيديو هتلاقي فيديو مفصل بالكامل عن احدى اجهزة الفو بلس. اما الجهاز رقم 2 في هذه القائمة هو جهاز دريم بوكس 900 او دريم بوكس 920. اجهزة الدريم بوكس يا اخواني هي الاجهزة المؤسسة لنظام الانيجما منذ سنين وسنين. اذا كنا نتحدث عن نظام الانيجما لابد وانت مغمض تذكر اجهزة الدريم بوكس ولكن انا صراحة ما حبيتش اجهزة الانيجما الا عن طريق اجهزة الفو بلس وكل واحد وجهة نظره. في ناس بتعشق اجهزة الدريم بوكس حتى النخاع ولكن انا بحب اجهزة الفو بلس اكتر شوي. ولكن هذا الجهاز العملاق الذي يأتي من الشركة الألمانية دريم بوكس بإمكانيات خرافية يأتي بمعالج خاص بشركة دريم بوكس وهو معالج سريع جدا معالج ممتاز جدا في انسيابية الصورة وفي وضوحها وفي التنقل وفي الأوامر والرام 2 جيجا بايت وفلاش 8 جيجا بايت ويأتي بنظام الإنيجما الشهير وأيضا يأتي بنظام الأندرويد صريح كعكس أجهزة الفو بلاس. أجهزة الفو بلاس لازم تنزل بلاجن على برنامج كودي عشان تقدر تستخدم نظام الأندرويد ولكن في أجهزة الإنيجما فهي أجهزة
أجهزة مزدوجة، أجهزة لينكس وأجهزة أندرويد. مدخل لكروت الشبكات الأرضية كعادة الأجهزة دي كلها فيها هذا المدخل، لأن في ناس بتجيبها تحديدا عشان النقطة دي عشان بتستخدم في الشبكات. أو هارد ديسك مدمج مع أجهزة الدريم بوكس هارد اتش دي دي الذي يستخدم في الكمبيوترات وفي الحاسوب. مدخل لكابل اللان بسرعة نقل البيانات من الراوتر الخاص بك بحتى جيجا بايت في الثانية. وأيضا مدخل اتش دي ام اي 3.0 وده سريع جدا في نقل البيانات ومميز جدا في عرض الصورة من الشاشة. أما حتة أن يوضع هذا الجهاز في منظومة كبيرة أو في شاشات كبيرة، أعتقد أن هذه النقطة يتفوق فيها أجهزة الفو شوية، لأن أجهزة الفو كمبيوتر صريح، هو كمبيوتر أصلا. إنما أجهزة الدريم بوكس هم بيحاولوا إن هم ما يخلوش كمبيوتر بالشكل الصرف عشان ما يبقاش عالي التكلفة. لذلك في أجهزة الدريم بوكس أرخص من أجهزة الفو بلس بحوالي $200 او $250، وساعات بتكون امكانيات الجهاز اعلى من جهاز الفو بلس، ولكن الفو بلس اغلى لان اجهزه الفو بلس خدت الصيت في حته التنوير وحته الشبكات بشكل كبير. ورغم ذلك فاجهزه الدريم بوكس هي اجهزه عملاقه بما تحمله الكلمه من معنى. أما الجهاز رقم واحد في هذه القائمة كالعادة يتربع على عرش الريسيفرات في العالم حتى هذه اللحظة، لم يستطع أي ريسيفر أن يزحزح هذا الريسيفر من على القمة منذ أن صدر منذ 3 أعوام، وهو ريسيفر فو بلاس التيمو 4K. عملنا شرح مفصل عن هذا الجهاز، وضحنا إمكانياته الخرافية في فيديو منفصل تقدر تحصل عليه من عن طريق الآي اللي فوق أو من عن طريق الرابط اللي موجود تحت في الوصف، برضو هتلاقي رابط فيديو الفو بلاس التيمو 4K. ده جهاز عملاق بما تحمل الكلمة من معنى، ما نقدرش ان احنا نختزله في دقيقة دلوقتي نتكلم عليه او دقيقتين، ما ينفعش، ما يصحش بصراحة. ولكن نقطة حابب اقولها، اجهزة الدريم بوكس نزلوا منذ 10 ايام من تاريخ هذا الفيديو، نزلوا جهاز دريم بوكس 1.7 او 7.1 الترا اتش دي او 4K، جهاز عملاق. شفتوا مواصفاته، جهاز عملاق. للأسف هذا الجهاز غير متوفر على امازون دلوقتي، جهاز الدريم بوكس الجديد، وغير متوفر على الاي بي او هذه المواقع، ولكن متوفر في المتاجر الألمانية، وهو جهاز بيأتي بسعر أرخص من الفو بلاس التيمو 4K بس إمكانياته خرافية. أعتقد أن أجهزة الدريم بوكس ممكن تعمل بلغة الكرة رومنتادا ولا ما أعرفش يسموها إيه على أجهزة الفو بلاس التيمو 4K، فممكن أن هم يزيحوا الفو بلاس التيمو 4K بعد هذا الإصدار الجديد. ولكن لو حابب تعرف أكتر عن العملاق ده ارجع للفيديو اللي احنا عملناه. دي كانت حكاية أفضل 5 أجهزة، ولكن حابب أرضو أضيف نقطة بسيطة أصدقائي. لو ما كنتش بتحب الأجهزة دي ما تفكرش فيها، نصيحة من عبد الله، لو ما كنتش بتحب الأجهزة دي ما تفكرش فيها خالص. أولا أجهزة مرتفعة الثمن، ثانيا محتاجة شخص يكون شغوف بالحاجة دي، لازم تكون فاهم في التعامل مع الكمبيوتر، لأن في أوقات كتير هتربط الريسيفر بالكمبيوتر وتبدأ تديله بلاجينات أو تبدأ تديله سوفتات أو تشحله ملفات وكل هذه الخصائص. لازم إنك تكون راجل فاهم في الكمبيوتر وفاهم وشغوف بالأجهزة دي. ما تروحش تجيب الأجهزة دي وخلاص. هتقول لي عم إبراهيم طب أنا عايز جهاز 4K قدم له صورة نظيفة لأن عندي شاشة كبيرة والأجهزة دي الصورة بتبقى عليها وحشة، فأنا عايز جهاز يقدم لي صورة حلوة. أقول لك يا صديقي، في فيديو برضو عملناه في القناة عن أفضل 5 أجهزة بتقدم لك صورة 4K ممتازة، تقدر برضو ترجع لي في الوصف تحت. هذا الفيديو برعاية الوصف، فأنت هترجع للفيديو ده يا صديقي هتشوف، هتلاقي موجود الستار سات والآيكون والميديا ستار زد 2، أجهزة كلها بتقدم لك صورة ممتازة وسهلة الاستخدام، أجهزة حلوة نعرف نتعامل معها مع بعض كده. واحد يقول عم إبراهيم طب أنت عندك جهاز من دول؟ أنا عندي جهاز اسمه فو بلس سولو 4K، ده الجهاز الموجود عندي حاليا. دي كانت حكاية هذه الأجهزة العملاقة. عندنا جروب تليجرام برضو تلاقيه في الوصف تحت، تخش تشترك في جروب التليجرام، دخلنا في 2000 واحد على جروب التليجرام، هيلاقوا فيه أخبار ما بنقولهاش هنا بنقولها في الجروب. وبرضو في جروب على الفيسبوك، هتلاقي برضو الرابط بتاعه في وصف الفيديو تحت، تقدر برضو تخش فيه، برضو حاجات بنزلها على جروب الفيسبوك ما بنقدرش نقولها هنا في اليوتيوب. اتمنى يكون اللي انا عملت فيديو سريع كده، عرض سريع، يكون نال على اعجابكم. ما تنساش يا صديقي اللايك المتين، الكومنت اللذيذ، وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، فهذا والله يسعدني ويشرفني. كان معكم ابراهيم سعيد، والى اللقاء.